معلومة ممكن توصلك للاحترافية للتصوير بالجوال على أجهزة سامسونج ونفتقدها على أجهزة آيفون. لو شغلنا الكاميرا على جهاز سامسونج ورحنا للمزيد راح تجينا مجموعة خيارات. احنا يهمنا المحترف او الفيديو المحترف. لو اخترنا مثلا الفيديو المحترف راح تجيني مجموعة خيارات اللي اقدر اتحكم في الكاميرا. فقط كل اللي تحتاجه مجموعة معلومات على موضوع الفوكس والزوم والتفاصيل هذه اللي تصير في الكاميرات الاحترافية، وتعدل الاعدادات اللي هنا راح تخرج بفيديو او صور احترافي عن طريق اجهزة سامسونج. وأيضا في تفاصيل ثانية هذه دائما نشوفها على الكاميرات الاحترافية، موضوع الألوان وأيضا الصوت يمين ويسار، ففي إعدادات كبيرة جدا تقدر تستخدمها في تصويرك. فهذا اللي خليني دائما أسأل وأقول كيف لو كانت الإعدادات هذه موجودة على كاميرات آيفون، مش تطبيق خارجي، لا يكون موجود من نفس الشركة، أكيد راح يكون شيء جدا قوي ومنافس.